حضرتك حمالي؟ اي والله حمالي. كم سنه بالكويت؟ بالكويت زمان الربويه من ذاك الوقت حمالي. دينار الحمر العام بحته ثلاثه او ربع عدي خلال الكويت بعشر دينار. العمر يمكن 88. زمان عود انا لحقت على البرك البركه. اي ويبيعون ويدزون العرباين شط شط يصيحون ما شط شط. بس ما كانوا كويتيين. هذا ليش كويتي موجود؟ كويتي يشتغل من شغله؟ لا ما يشتغل هذا كويتي ما يشتغل، احنا الاجناب. العمال اكثر من اول. اي بالعمال اللي ينفون اكثر من اول. إيه؟ اكثر من 100 100. ما تتعبك هذه وانت تدزها؟ انا شو اسوي على باب الله عندي يتامى شو اسوي؟ عندي 4 أطفال. لا ام ولا ابو. مر على العالم امراض واوبئة، هذه الكورونا من اقوى الامراض. مرت على البشر زمان اول يقولون الجدري. الجدري بعد الجدري الحصبه. بس ما سوت هالشكل. يعني لو عينه تروح، لو يصير فيه شلل، لو صبعه ينكسر، لو عيونه يرحن. اي بس هاي مشكله، الحرب تمشي بديره بعيده وتسلم. الله وين ما تمشي تخاف. ما تفكر انك تهد الكويت وتروح، ولا حاب انك تقعد بالكويت؟ لا اقعد الحمد لله واسافر لاهلي وي، اروح وي. الكويت يذكرني يعني شلون ما يذكرني الشوارع من اسافر؟ اذكر الشوارع، اذكر شواقه، اذكر اهلها، اذكر الناس الزينه الطيبين. ساك حق ريحه الاولين. الاولين طيبين كلهم من الكويت من اول لاخر طيب. اول هنا نقعد، اول السكه ما تدعيت هنا سيارات تاكسيات نعرفهم كلهم. الكويت إيه؟ نعمه من الله. إيه؟ الله كون بعد يصير اعمر من هذا الكيان يمسمها. إيه؟ ربنا يفرغنا غيره ماكو. إيه؟ يمسحها من عندنا. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.